ابتدينا مع بعض بقى في سلسلة أكلات الشتاء ومشروبات الشتاء. يبقى ايه بقى؟ يبقى نتهور ونقوم نعمل محشي كرنب. هنعمل بقى في الفيديو ده كل حاجة، ازاي نقطع المحشي كرنب والخلطة اللي ريحتها تحفة وكل اللي هيدوقها هتعجبه جدا، وكمان ازاي نسويه وازاي يبقى لونه احمر ومفلفل والرز جوه مش معجن. كل حاجة هنعملها مع بعض النهاردة في الفيديو ده. قبل ما نبتدي متنسوش تتأكدوا انكم عاملين لايك واشتراك في القناة وتدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. يلا نبتدي. هنجيب الكرنبة بتاعتنا ونعمل فيها فتحة من فوق بحيث نقطع الراس الكبيرة دي، ونحاول نفرغ الفراغ اللي جوه عشان نقدر نخرج الورق من بعضه كده بالراحة. نلف الكرنبة بالراحة كده ونخرج ورقة ورقة، ولو لقينا حتة مش متقطعة نقطعها بالسكينة اللي هي الحفرة اللي فوق عشان نخرج بقية الورق. بيتبقى في الآخر حبة كده ملزوقين في بعض صغيرين، دول بسيبهم زي ما هما واسلقهم مع بعض وهما بيفكوا في الميه لوحدهم. حله بقى على النار فيها شويه ميه ومعلقه كمون كبيره ومعلقه سكر كبيره، بحط فيها ورق المحشي ده، بحط 7-8 ورقات كده مع بعض. انا باخد اكبر حله عندي عشان تاخد كميه كبيره. يعني الكرنبايه اللي عندي دي عملت الورق فيها على 3-4 مرات، قسمتهم وحطيتهم في الميه اللي فيها سكر وكمون. حطينا بقى الورق كده بسيبه دقيقتين ثلاثه، وبعدين بطلعه على ميه بارده في الطبق اللي جنبي الحلة ده، في مية ملحة نفية مية ساقعة، بخرج فيه الورق يهدى شوية، وبعد كده بحطه على مصفى يتصفى عشان طول ما الكرنب موجود بينزل مية. عشان ننجز المحشي مع بعض ما ياخدش مننا وقت كبير ويتعبنا، انا بقطع الورق، وانا بقطع الورق ببقى حاطه الميه تغلي على النار، وكمان اول ما ببتدي احط الورق يتسلق على النار ببتدي اعمل في التسبيكه. فاحنا دلوقتي هنعمل تسبيكه، هنجيب 4-5-6 بصلات كبار كده، انا بحب اكتر البصل، وبحب كمان ازود عليه فلفلايتين خضر، لو انتوا بتحبوه سبايسي حطوا فلفل حراق. بضربهم معاه في الكبه، بيتضربوا مع بعض، وبشيل شويه من البصل في الكبه كده زي ما انتوا شايفين، بحط عليه معلقة ملح ونص معلقة فلفل، وقلبهم مع بعض واسيبهم على جنب عشان هنحطهم في التسبيكة في الآخر. باخد بقى البصل اللي معاه الفلفل ده ونحطه في حلة فيها شوية زيت شوية سمنة زبدة اللي بتحبوه أيا كان، واشوح البصل كده لحد ما ياخد لون دهبي خفيف. أول ما ياخد لون دهبي بنزل عليه بالطماطم. عادة أنا بحب أكتر الطماطم لأني بحب أشوف لون المحشي أحمر كده، ما بحبوش أبيض. فتقريبا أنا هستخدم كيلو رز، كيلو الرز بياخد كيلو ونص طماطم، فهنضرب الطماطم في الخلاط وننزلها على البصل وتسيبوهم يغلوا مع بعض 10 دقايق ربع ساعة لحد ما الزيت يطلع على الوش، وكده تبقى الطماطم اتسبكت. بالنسبة لي بقى عشان دي الطماطم اللي كنا مسبكينها مع بعض الفيديو اللي فات، فاخدت 4-5 كبشات كده وهحطهم على النار 5 دقايق بالظبط. وبعد كده ننزل بالتوابل، معلقة ملح وفلفل وكزبرة، بصل باودر، بابريكا، وكمان طبعا اهم حاجة الكمون، وكمان حطوا رشة سكر، بس انا عشان كنت حاطه على الطماطم فما حطيتش. ونقلب بقى التوابل في الصلصة. قفلنا على الدمعة بقى. دلوقتي انا هبتدي اقطع الخضرة، حزمتين من كل حاجة، شبت وبقدونس وكزبرة، غسلناهم كويس وبنقطعهم بقى صغير كده على قد ما نقدر. دلوقتي بقى هنحط كل الحاجات على بعضها، هنجيب الدمعة ونحط عليها، هنحط عليها الرز المغسول كويس ومتصفي، وكمان هنحط البصل اللي سيبناه من شوية وعليه ملح وفلفل، وهنحط شوية زيت والخضرة بتاعتنا، ونبتدي بقى نقطع الكرنب. انا هوريكم الاول على ورق واحده احنا بنعمل ايه، وبعد كده هوريكم ازاي نقطع كميه كبيره جدا مع بعض ما تاخدش معانا وقت. هنجيب الورقه بتاعتنا كده ونقطع الحته التخينه اللي فيها ونفردها ونبرمها رول ونقطع بالسكينه على قد ما احنا عايزين الصباع عامل ازاي. بصوا بيبقى شكلها كده، وبشيلها زي ما هي رول، ما بقطعهاش حتت، بحطها على مصفى وخلاص. عشان ننجز بقى ونعمل كميه كبيره بجيب 4-5 ورقات كده واحطهم فوق بعض كده واظبطهم كده، وبعد كده بقطع برضو الحته التخينه والفهم كده رول، وكده بقطع كذا ورقه مع بعض وبسيبهم زي ما هم رول جوه بعض. وقت بقى الحشو انا بفتح واقطع على قد الصباع ما انا عايزه. الطريقه دي بقى بتنجز معايا جدا، تخليني اقطع الكرنبه كلها في 10 دقايق ويمكن تقريبا اقل كمان. دلوقتي بقى يلا نحشيها مع بعض. نجيب الخلطه بتاعتنا بقى، وبصوا ده الرول اهو مسكته وحطينا فيه الرز. انا ما بحطش رز كتير، لاني بحب الصباع رفيع كده، فبحط شويه رز ولفتين ثلاثه كده من الورقه وخلاص، وتروحي قطعه وحاطه كميه الرز الثانيه، وهكذا تعمليها كده، يعني صباع يلف وصباع يضغط كده بحيث الصباع يبقى ماسك نفسه مش مهوي بحيث ما يقعش. خلص بقى الكميه كلها كده اهو، بنحط الرز لفه اتنين وخلاص، ونقطع ونعمل اللي بعدها، مش بياخد معانا وقت خالص. لو في حته مقطوعه كده بنتنيها ونحط عليها الحته التانية ونحط الرز ولفتين ونقفل كده. بقى انا خلصت الكميه كلها وهبتدي احطها في الحله. بحط في الحله من تحت شويه من عيدان الخضره وعليهم الورق اللي بيبقى اخضر قوي في الكرنبه من الاول ده، بحطه عليها برضو، او ممكن تحطوا شرايح طماطم وبصل، المهم نحط حاجه تحت عشان المحشي ما يتحرقش مننا.
ونبتدي نرص بقى الحلة صف بالطول وصف بالعرض. يعني اول صف مثلا يبقى بالطول كده واللي فوقيه بالعرض واللي فوقيه بالطول وبعد كده بالعرض، عشان لما نحط الشوربة كله ينزل تحت ما يبقاش في صف مش واصل له مية، او زي ما واضح كده الصف اللي تحت بالطول واللي فوقيه بالعرض، وهكذا بقى لحد ما نخلص. الحلة دي كانت صغيرة، انا عملت 3 حلل تقريبا عشان كل الحلل الكبيرة كانت مليانة، عملت 3 صغيرين، فهكذا زي ما انتم شايفين بقى. ونغطيها باي طبق بقى من فوق عشان لما نيجي نحط الشوربه المحشي ما يفكش مننا. هنجهز بقى الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي، اي شوربه عندنا لحمه او فراخ، ولو ما فيش ممكن نستخدم ميه عليها شوربه ماجي، ونحطهم على النار مع بعض، اهم حاجه الميه تبقى سخنه. نحط عليهم معلقتين صلصه طماطم، شويه ملح، شويه فلفل، نظبط الشوربه بتاعتنا ومعلقه سمنه، واول ما تغلي معانا نحطها على المحشي وتوصل لاول صف كده. انا بوصلها لاول صف، ما بتبقاش مغطيه قوي، نص نص يعني. وبعد كده بغطي بقى الحله واحطها على النار، اول ما يغلي ابتدي اوطي النار، يعني بتفضل على نار عاليه لحد ما الشوربه تغلي، بعد كده بوطي النار واسيبه بقى تقريبا. لو الحله كبيره يعني ممكن تاخد ساعه، بس الحله دي كانت صغيره فخدت معايا نص ساعه بالظبط. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بجد حلو جدا جدا. قوموا جربوه وتشجعوا، يلا واعملوا المحشي، طعمه خطير يا جماعه، يلا قوموا جربوه. متنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات وتعملوا لايك واشتراك للقناه، وبالف هنا عليكم.